السلام عليكم. اليوم غادي نطيبوا بطاطا في الفران، هي ودجاج في الفران، عشاء ساهل ماهل وسريع. كنحتاجوا البطاطا شي 4 ولا 5 ولا اللي عندك، غسليها مزيان وحكيها. وغتحتاجي الثومه، بصله باودر ناشفة، التحميرة، الملحة والبزارة على حسب الذوق، والزعتر. كنزيد الزعتر لأن كيعطيها واحد المذاق جميل جدا وكيبننها، كيبنن البطاطا. إلا ما كيعجبكش الزعتر ما تديريش، على حسب شنو اللي الذوق ديالك. المهم اللي نبدأ على بركة الله، كتشدي بطاطا وكتقطعيها طريفات صغار على حساب بحال الفريت باش طيب دغيا. صافي قردي كاع داكشي اللي عندك، وفي طاوة ديال الفران كنرشها بالزيت باش ما تلصقش. كنخلط كاع التبزيره وكندير حتى الزيت باش تشد التبزيره مزيان فيها. كديري غير واحد جوج معالق ولا ثلاثه ديال الزيت بركه. وكنحط حتى الدجاج كيكون ديجا مرقداه في الملحه والخل قبل، وعاد كنديروا مع هاد نفس التبزيره كنخلط كل شيء وكنحطوهم في مقله واحده وكنديرهم في الفران سخون باش يطيبوا. ملي كنقلب وكنلقى البطاطا طابت كنحركها شويه في النص ديال الفران. الا كان طابت صافي كنحيدها، وهالعشاء ولا الغدا وجد. بالصحه والراحه. ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وتشاركوا لهذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وباش تشجعوني باش ندير فيديوهات اكثر. السلام عليكم والى اللقاء. شكرا جزيلا.